شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، الوزارة تشتغل مع طرق السيارة بعقد برنامج واللي كان فيه مخطط التي تم إنجازه الحمد لله بنسبة تكاد تكون 100%، حوالي 5% سنويا ديال النمو ديال طرق السيارة المفتوحة خلال الخمس سنوات الأخيرة. اليوم نحن نشتغل مع المؤسسة ديال طرق السيارة على عقد برنامج جديد 2017-2021، على اساس اننا نبرمجوا فيه واحد المجموعه ديال الطرق الجديده. اليوم في السؤال ديالكم فيه مراكش بني ملال راه في الدراسه التقنيه على اساس انه يتبرمج في 2017-2021، لكن ما طرحتموه فيما يتعلق بطنجه فاس في السؤال ديالكم، هذاك ربما ناخذ مزيد من الوقت لانه الصعوبه ديال المجال تتطلب منا اننا نزيدوا ناخذ فيه الوقت الكافي في الدراسه التقنيه لكي يتم انجازه لاحقا ربما ما بعد 2021. شكرا. شكرا. هو أكيد أن اليوم طرق السيارة قامت بإنجازات حقيقية صعيد الفترة السابقة في إطار البرامج التعاقدية اللي كانت عندها مع الحكومة، وأكيد أيضا أنه اليوم يمكن نقوله على أنه 1747 كيلومتر ديال طرق السيارة مكنت بين أننا نحاول نوصلوا الطريق السيارة لثمانية ديال المراكز الجهوية من أصل 12. إلا شفنا الأقاليم الصحراوية إلا ما دخلناها، بمعنى هي غادي تكون إضافة نوعية اليوم في إطار هاد الأقاليم هاد الطرق السيارة الجهوية، بمعنى أنه 8 من أصل 12. اليوم نشتغل على برنامج لأنه ما طلبوش من الطرق السيارة بالفعل لأنها تقوم بإجراءات عملية شي حاجه اللي ما عندهاش في عقد البرنامج اللي دايره مع الحكومه. اليوم مطروح سؤال كما تفضل سيد النائب، هذا الشيء اللي هما متعلق بالتثليث، ولكن ايضا بالامر ديال النواصر الضرب ضد النواصر، ولكن ايضا الاضافات اللي جات في بعض المقاطع الاخرى اللي اثبت الواقع والحركه الطرقيه على انها خاصه الدار من ما تتكونش في البرنامج يجب أنها يعاد فيها النظر وأن تطرح في البرنامج المستقبلي، وهذا اللي قلنا اليوم على أنه في إطار النقاش اللي عندنا مع ADM هذه نحاول نخرجوا به في 2017 و2020 على أننا ندمجوا هذه المواقع. بالفعل المسألة ديال الأمن تطرح نفسها بإلحاح خاصة في كنف ما يقع حاليا في بعض المقاطع، وأقول بعض المقاطع، و ADM واعية بضرورة أنها ترفع من المستوى ديال اليقظة على صعيد المواقع الرئيسية التي أصبحت اليوم نقطة سوداء. نشتغل معها على إطار برنامج مستقبلي اللي غادي يكون فيه النقطة ديال الأمن ديال الطريق السيار من الأولويات ديال الاشتغال وليس فقط البنيات التحتية. أما فيما يتعلق بالمحطات ديال الأداء ما غاديش يكون إشكال، ما غاديش يكون إشكال اليوم. سيد الوزير.